ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هوريكم الحاجات اللي وصلتني من كذا سيلر على مدار مش عارفه الايه، بس يعني الفتره اللي فاتت، لان هم حاجات كتير وحاجات متنوعه جدا، يعني حاجات ديكور كده للفانيتي او لاي بيت طبعا، وحاجات عناية بالبشره وحاجات ميك اب. حاجات الميك اب دي اغلبها انا اللي شارياها يعني، واكسسوارات. فتابعوا الفيديو عشان هتلاقوا فيه كده حاجات كتير متنوعه مش ميك اب بس، فان شاء الله يعجبكم. وطبعا في الحاجات دي لو في حاجه انا جربتها هقول لكم رايي فيها، وفي حاجات طبعا انا ممكن اكون بجربها بس هي محتاجه وقت، فعلى الاقل برضو تبقوا عارفين انا ايه اللي بستخدمه الفتره دي. اخر حاجه قبل ما اوريكم الحاجات اللي وصلتني، انا عارفه ان انا هتسال على الروج، دايما بتسال على الروج ده، بريتي وومن اهو الدرجه دي اللي هي رقم 59، بس زي ما انتم شايفين هي اغمقت شويه عن لونها في الباكج. وما تقلقوش لان انا حاطه في دماغي ان انا هعمل لكم فيديو فيه سواتشز لكل الارواج دي بتاع بريتي وومن. اول حاجه كده هي حاجات للبيت من جروب اسمه دكان العرايس، صاحبه الجروب اسمها كريمه، وانا الجروب ده وصاحبه الجروب ده بقوا كده حاجه بجد قريبه جدا من قلبي. اولا لان هي نفسها بنت في منتهى الذوق والجمال، وتاني حاجه الجروب بتاعها انا حرفيا بدخل فيه عينيا بتزغلل، كله حاجات تجنن، اللي هو انا بدخل فيه بتوه، اللي هو طب انقي ده ولا اختار ده ولا اعمل ده. اول حاجه تلاقوني مستخدماها، اول حاجه الفنجان ده بتاع القهوه، بص اللي هو بيبقى طبقتين ده والجزء اللي تحت ده بيبقى مفرغ، بس هو هنا في الايد تقريبا في خرم او حاجه، فلما باجي اغسله الميه بتتجمع تحت، بقعد بقى لازم اعمل كده عشان شايفين الميه تنزل، بس هو فعلا جميل جدا، بص شكله يجنن. والكنكه دي برضو، الكنكه دي بتتحط على النار عادي، يعني دي مش عارفه بايركس حراري او حاجه كده، بتتحط على النار عادي. وفعلا انا اول مره استخدمتها كنت مرعوبه، اللي هو حطيت القهوه على النار وطلعت اجري بره المطبخ عشان لما تفرقع ما تفرقعش في وشي، بس لا ما حصلهاش حاجه، وبستخدمها كتير جدا وبجد جميله قوي قوي يعني. وكمان بحب قوي انا بصراحه شكل القهوه وهو بيفور وبيطلع من تحت لفوق كده. هما دول مش طقم، كل حاجه لوحدها وعندها منهم مقاسات وكل حاجه. وطبعا يا جماعه للاسف الحاجات اللي انا بقول لكم ان هي وصلتني انا مش هبقى عارفه اسعارها عشان هي وصلتني مش انا اللي شارياها، الحاجات اللي شارياها هي اللي هقول لكم على اسعارها. بعد كده بقى حرف الام ده اللي هو بينور، هو هنا طبعا المفروض بيتركب له الحجاره او يعني البطاريه، بس انا ما جبتش، بس هو فعلا شكله جميل جدا. كمان الحتت دي هي طبعا اللي بتنور، وانا كده كده ان شاء الله ناويه قريب اعمل لكم فيديو عن الفانيتي بعد ما ارتبها، لان هنا الدنيا مزبله ورايا، فلما انظمها بقى وارتب الحاجات مكانها وكده هتبقوا تشوفوه ان شاء الله هو منور باذن الله. بس هو شكله تحفه، انا كان نفسي اجيب الابيض بس هو ساعتها كان سولد اوت، اعتقد ممكن يكون عندها تاني دلوقتي لان هي عندها الوان كتير قوي، فاخترت البينك لان انا الحاجات اللي عندي على الفانيتي اغلبها ابيض او بينك. وحاجه بينك برده هو الاناناسه دي، انا بحب شكل الاناناس جدا، وكمان بنت عمي اشجان لو تشوف الفيديو هتعرف، يمكن انا اول ما جبتها اول حاجه افتكرتها كانت اشجان لان هي بتعشق شكل الاناناس ده، وانا برضو بحب شكلهم جدا وبحب طعمه، بحب الاناناس جدا يا جماعه. بس فده شكله، ده تقريبا بورسلين وتقيل يعني مش خفيف، فدي تاني حاجه. اخر حاجه بقى من عند كريمه، ودي انا كنت هموت عليها، هو الفلامينجو ده، انا هحاول ابعده لكم شويه اهو. الفلامينجو ده برضو انا كنت هتجنن عليه، ده برضو بينور، بس ده الحمد لله ممكن يشتغل باليو اس بي، فانا ممكن اوريه لكم دلوقتي. برضو مش باين من الاضاءات اللي حواليا يعني، بس انا كنت مصوراه وهو منور كده في الضلمه، هحاول احط لكم صورته هنا، بس هو جميل جدا 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 جدا. دي كده اول حاجه من عند دكان العرايس، طبعا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، كل اللينكات دي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. تاني حاجه بقى، ودول كتير شويه وانا جربت منهم كذا حاجه فهنقعد نتكلم عنهم شويه. الحاجات اللي جايه دي من جروب اسمه يو بيوتي، اول حاجه من عند يو بيوتي هو الفريجرنس ميست ده، ده من براند اسمها ستيارا، ستيارا باشن ده شكلهم. بصوا هما الاثنين بانواع معينه من الورود يعني او الزهور وكده، انا عن نفسي ماليش قوي في ريحه الحاجات اللي هي ريحتها ورد، بس دول ريحتهم هاديه، ريحتهم هاديه وفريش في نفس الوقت، مش ورد قوي يعني فاهمين ازاي. وغير كده بصراحه ثابتين جدا، ممكن يقعدوا مثلا يومين او 3 ايام على هدومك. وده هو مكتوب عليه ان هو بالشيري بلاسم، وده فعلا انا اخدت بالي لان انا كنت مجربه قبل كده من باث اند بودي وركس لوشن بالشيري بلاسم ده، وتقريبا نفس الريحه، فده ريحته برده حلوه قوي. الاثنين دول بجد جمال جدا وبجد ثابتين تحفه، وسعرهم مش فاكره هم قالوا لي تقريبا سعرهم انا نسيت، فاكره 75 جنيه 80 جنيه ماكسيمم هيبقوا ب 90 جنيه حاجه في الرينج ده. وطبعا جنب باث اند بودي وركس او فيكتوريا سيكريت، انا بالنسبه لي باث اند بودي وركس احلى من فيكتوريا سيكريت، بس دول كسعر وكثبات يبقى دول احلى بصراحه. وعايزه اقول لكم على حاجه برده قبل ما اكمل لكم حاجات يو بيوتي، ان انا ليا عندهم كود خصم اسمه ميار 100 او ميار 100، هكتبه لكم هنا على الشاشه، ده لما تعملي اوردر هتاخدي معاه هديه. وبعد كده من يو بيوتي برده الصابونتين دول، الصابونه دي اللي هي اسمها دودو اوسن
حاجه كده بلاك سوب او اللي هي الصابونه السوداء دي، بقى الانجريدينتس بتاعتها حلوه، حاجات طبيعيه فيها الكوكو او الكاكاو، وفيها شيا باتر اللي هي زبده الشيا، فيها ميه، فيها عسل، فيها اللايم جوس. اللايم جوس عارفين الليمون اللي هو لسه مغدر ده، هو ده، وفيها برضو ليمون، عصير ليمون عادي، وفيها جيلي صبار، فدي انا لسه ما جربتهاش. وتاني حاجه صابونه الكركم، برضو انا سمعت عنها كتير جدا بس انا برضو لسه ما جربتهاش، فدي بقى هنبقى نجربها بعدين. انا ليه ما جربتهمش؟ لان انا بجرب حاجات تانية هقولها لكم دلوقتي، فانا مستنيه بقى على دول شويه. دي بقى المكونات بتاعتها: زيت جوز الهند 95%، زيت الخروع 3%، مستخرج الكركم 1%، يعني هي صابونه الكركم مستخرج الكركم فيها 1%. وبعد كده من نيو بيوتي برضو اللي هو الليب سليبنج ماسك، ده اللي هو الماسك الليلي للشفايف من براند ليا لانيش، طبعا هي معروفه جدا. ايه الماسك الليلي؟ يعني ده مش مرطب كده خلال اليوم، هو بس ده بيتحط بالليل قبل ما تنامي كانه ماسك للشفايف، لان هو بيبقى ترطيبه اعمق شويه. ولانيش طبعا دي براند معروفه جدا جدا جدا، ونيمو حاجة حلوة جدا، دي براند كوري طبعا. هو حلو جدا، انا جربته على فكرة، ترطيبه بجد فظيع، بالليل بتحطيه تصحي الصبح تلاقي شفايفك دي ملساء فظيع. بس عايزة اقول لكم على حاجة، ده الحجم الميني، شايفين حجمه؟ لا ده مش حجمه، بصوا شايفين كل ده اصلا مفرغ، يعني هي في دايرة جوه اهي، بصوا صبعي داخل عند فين. فهو انا بالنسبة لي شايفة ان حجمه قليل جدا، وتقريبا ده سمعت ان هو ب 140 جنيه باين او ب 150 حاجه، فرق 140 تقريبا. هو حلو كل حاجه، بس هل انتوا تشتروا حاجه بالسعر ده بالحجم ده؟ ويبعتوا لي برده الاربع شيت ماسكس دول، للامانه لسه ما جربتش حاجه فيهم لان انا كان عندي من قبل كده فكنت لسه بستخدم في القديم يعني. المهم واحد منهم بالسنيل او اللي هو الحلزون، والتاني بالمكتوب عليه فيتامين ومرسوم عليه بقى الليمون وبرتقان وبتاع، فهو ده تقريبا بالفيتامين سي اكيد، وده بالشاي الاخضر، واخر واحد بالكولاجين. المهم يا جماعه تبقوا تابعوني على الانستجرام عشان انا ممكن كل ما استخدم حاجه من دول اعمل لها ستوري او كده. بصوا الحاجه دي برده من نيو بيوتي، ويمكن تبان تافهه شويه ان انا اتكلم عنها، بس انا عشان كل ما بشتريها القطن ده يا جماعه، القطن المدور ده الصغير، انا مش عارفه ليه بقالي فتره كل ما اشتري نوع الاقيه وحش، يا اما فاكك من بعضه يا اما هو نفسه بيفرول بيقطع، لازم يبقى فيه مشكله. بس ده حلو قوي، ده البراند اسمها ايبك او ايبك مش عارفه هي دي، ولقيت مكتوب عليه ان هي ميدن تركي او ان هو تركي يعني. بس ميزته ايه بقى؟ بصوا القطنه نفسها ماسكه نفسها، والحروف بتاعتها مش عارفه دي ممكن تبان لكم ولا لا، بس كانها متخيطه كده، كانها متدبسين في بعض، فهي القطنه نفسها ماسكه نفسها، فاهمين؟ فانا دي بصراحه اكتر حاجه عجبتني فيه. بعد كده الجولد سكراب ده، الجولد سكراب ده انا لما اول ما شميت ريحته حسيته ريحته زي عطور خليجيه كده، او مش عارفه ليه حسيت فيه هنت عود، وغالبا انا ممكن اكون بخرف بس والله انا حاسه ان فيه هنت عود كده. بعدين ببص كده هو البتاع ده صنع ايه ولا فين، لقيته الامارات دبي، فقلت لا وارد وارد ان هو فعلا يكون ريحته فيها حاجه خليجيه او عربيه وكده. المهم ده سكراب، المفروض ان هو سكراب كده الذهب، والكميه دي اصلا نص كيلو فدي كبيره جدا، وهو مكتوب عليه ان هو سكراب للبشره. هو انا استخدمته على وشي كسكراب ما حسيتوش قوي بصراحه، يعني مش عارفه ما حسيتوش بينضف قوي بعمق او حاجه، فانا مش مرتاحه له قوي لوشي، بس هو عشان ريحته حلو قوي مش عارفه ليه انا حاسه ان انا هيعجبني اكتر كسكراب للجسم. ده كده جزء الحاجات العامه يعني فيو بيوتي. بعتوا لي برده لاين كامل من شركه بيز لاين. بيز لاين لو انتم متابعيني كنتوا هتعرفوا ان انا قبل كده كنت مجربه مزيل العرق منهم ومرطب الشفايف، والاثنين كانوا تحفه، انا بعشقهم. اهي هي دي علبه مزيل العرق اهو، ده اول واحد كان عندي انا، كان الغطاء بتاعه بينك ومفروض ان هو كان بيبيض او بيفتح، وفعلا انا بعد ما خلصته خالص لاحظت فيه تفتيح، بس مش تفتيح اللي هو البياض الناصع يعني، بس بتلاقي فيه فرق درجه كده بس ولا حاجه، لكن هو بصراحه كان جميل جدا كمزيل عرق. المره دي بقى ده اللي هو شكله كده عليه دي جولد باين ولا مش عارفه ايه، ده برده مكتوب عليه ان هو بيفتح وايتنينج، ومكتوب عليه ان هو هير ديلينج ديودرنت اللي هو بيأخر نمو الشعر. تحاله يبان لكم اعتقد اهو، بس هنا شايفين هنا رسمين كده نمو الشعر يعني بيبقى عامل ازاي على مدار استخدامك ليه. طبعا انا لسه ما عرفتش الموضوع ده، خصوصا ان انتوا عارفين ان انا الليزر وقفته، يعني مش عشان اي سبب يا جماعه، انا بس مكسله لسه هرجع اكمله تاني، بس بما اني بجرب ده دلوقتي فانا مش هرجع للليزر تاني عشان استمر على ده واشوف الموضوع هل فعلا بيأخر نمو الشعر ولا لا. بس هو معروف عامه في منتجات بيز لاين ان هي بتبقى طبيعيه اكتر،
حتى مزيل العرق ده مكتوب ان هو خالي من الكحول وما فيهوش الالومنيوم اللي احنا دايما كلنا بنهرب منه في مزيل العرق. والمزيل العرق ده مكتوب عليه ان هو بصمغ النحل وحجر الشبه. طبعا كلنا عارفين الشبه ان هي تقريبا احلى حاجه لازاله العرق يعني او رائحه العرق، فده من الحاجات اللي انا بستخدمها حاليا. هو كمزيل عرق حلو جدا، بس لسه بقى هنشوف التفتيح او تاخير نمو الشعر ده هيبقى عامل ازاي. بعد كده بقى دي مجموعه السكين كير، هكلمكم عن حاجه حاجه. اول حاجه ده الغسول، الغسول مكتوب عليه برضو ان هو بيفتح رغوه مفتحه تصحح التجاعيد لاشراقه مثاليه. مكتوب عليه ايه؟ تكنولوجيا اللومي سكين، فيتامين سي وغذاء ملكي، اللي هو طبعا هي كل حاجاتهم تقريبا بالعسل او بصمغ النحل يعني، فاهمين؟ وده مكتوب ان هو للبشره الجافه والعاديه وينفع للبشره الحساسه. كل منتجاتهم تنفع للبشره الحساسه على فكره. طبعا ده مكتوب عليه البشره الجافه والعاديه، انا بشرتي مختلطه، فانا لما جيت استخدمه اول مره حسيت ان انا بدهن وشي بلوشن او كريم كده، استغربت ملمسه شويه، وكمان كنت اخده كميه كبيره. بس لا، لما اخدت منه كميه صغيره، كميه صغيره بجد بتنضف الوش جدا وبيرغي عادي، وبس بيبقى حرفيا كانك بتغسلي وشك بلوشن، بيسيب نعومه وترطيب مش طبيعي. يمكن ده اول غسول ممكن انصح بيه البشره جافه او عاديه، لان انا دايما بقول اي غسول هتستخدميه هينشف بشرتك، اللي هما بيبقى مكتوب عليهم دايما لكل انواع البشره. بس ده بجد جميل جدا، وانا بشرتي مختلطه ومش شايفه طبعا منه عيب ان انا استخدمه عادي، لان ده غسول في الاخر بشطف وشي منه، مش بيفضل سايب حاجه دهنيه مثلا على بشرتي ولا بتاعه. ففعلا الغسول ده انا عاجبني قوي اليومين دول. برضو حته بقى التفتيح والكلام ده، المجموعه دي انا هفضل اجربها بتاع 3 اسابيع او شهر ولا حاجه عشان اقول لكم نتيجه التفتيح دي ولا ايه. وعايزاكم انتوا بقى تتابعوا كده، تركزوا في بشرتي شويه وانتوا تقولوا لي هل شايفين تغيير ولا لا، لان هي دي المجموعه اللي انا هبقى بستخدمها بس الفتره الجايه. بعد كده سيرم، والسيرم ده لكل انواع البشره حتى الحساسه. ده شكل العلبه من جوه. السيرم ده على فكره انا حاطاه النهارده قبل المكياج، وده فعلا ينفع لكل انواع البشره، انا شايفاه مناسب جدا. وبعد كده القمر العظمه ده، دي علبته وده شكله اهو من جوه. ده جل النهار، جل النهار ده بقى للبشره الدهنيه والمختلطه. اخيرا ده مكتوب عليه تركيبة مزيلة للمعان ويناسب برضو البشرة الحساسة. اوكي، ده برضو بيفتح البشرة وفيه SPF 30 او 30، ده في عامل حماية من الشمس 30. فزي ما بقول لكم ده جل للنهار. ده بقى يا جماعة انا تقريبا ده اول مرة استخدم منتج بالمنظر ده. اولا ده شكل العبوة بتاعته زي ما قلت لكم، وبيتفتح كده، فهنا بيبقى بامب دي، وده بيبقى جل من جوه. استنى هحاول اوريكم، ده جل شفاف، شايفين شكله على ايديا. ده بقى ميزته ايه للبشره المختلطه والدهنيه فعلا، وانا ده شايفاه هيبقى حاجه وهم للبشره الدهنيه جدا. ده بينشف خالص يا جماعه، مش فكره بيتشرب، هو بينشف، هو بيصير بشره مات تماما. فانا بالنسبه لي لو انت بشرتك دهنيه جدا وكمان ميزه ان ده حاجه للنهار، فده تحطيه قبل المكياج فظيع بجد، جميل جدا. اخر حاجه بقى ده كريم النهار بس للبشره الجافه العاديه. يعني لو انت بشرتك مختلطه او دهنيه هاتي الجل، ولو انت بشرتك جافه او عاديه هاتي الكريم. الكريم ده طبعا تقيل جدا على بشرتي، يعني انا استخدمته مرتين وما قدرتش اكمل. يعني ده انا هسيبه بقى للشتاء مثلا لما تبقى بشرتي عاديه شويه، لان انا بشرتي مختلطه مايله للعاديه، وفي الشتاء الدهون بتقل جدا فبتبقى قريبه للعاديه. بس ده شكل العبوه بتاعته من جوه، اصلا شايفين الباكجينج بتاعتهم في منتهى الشياكه ازاي. بس الكريم ده ترطيبه قوي جدا وتقيل، فانا ده شايفاه فعلا ينفع للبشره الجافه والعاديه، بلاش خالص لو انت مختلطه او دهنيه تستخدميه. وهو طبعا اصلا مش قايل ان هو للبشره المختلطه والدهنيه يعني. بس انا هستمر على الثلاثه دول، السيرم والجل والغسول، ولما استخدمهم فتره كبيره كده هبقول لكم ايه رايي فيهم بالظبط. وزي ما قلت لكم الحاجات بتاعت يو بيوتي دي ليا فيها كود خصم ميار 100 او ميار 100، عشان لما تعملي اي اوردر تاخدي معاه هديه. بعد كده انا كلمتكم الفيديو اللي فات في اول الفيديو كده عن صفحه اسمها بيلو 100 او تحت ال 100 على الانستجرام، هسيب لكم طبعا اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. الصفحه دي بتاعت بنوته اسمها روان، روان بتبيع اكسسوارات بنات على توك على حاجات جميله جدا، هوريكم حاجات منها دلوقتي. بس الفكره فيها تاني ان هي بتطلع نسبه كل شهر من المكسب بتاعها، وبتطلع النسبه دي لاي مؤسسه خيريه، وبتنزل لكم الوصل اللي هي الحاجات اللي دفعتها وودتها فين بالظبط، عشان انتوا تتاكدوا ان هي فعلا بتطلع فلوس لمؤسسه خيريه. اولا دي حاجه حلوه جدا 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 منها ولازم تستاهل الدعم. تاني حاجه ان انت تتاكدي ان انت لما بتعملي اي اوردر يبقى في نسبه من فلوسك برده ان هي بتروح للخير. اول حاجه هي كاتبه لي نوت هنا كده، كاتبه لي Dear Mayar, we hope you like our goodies. To your lovely followers, use the promo code Mayar10 and have the best shopping experience below 100. يعني ان انتوا برده ليكوا كود خصم Mayar10 او Mayar10، هسيبه لكم هنا على الشاشه. ده قالت لي لما تعملوا اوردر هتاخدوا خصم 10%. اول حاجه بعتت لي الاثنين ضوافر دول، بصراحه انا اللي مختاره الالوان،
الاسود والاحمر الغامق شويه ده، دول اللي هما الوانهم بتبقى مات خالص. والاتنين دول قالت لي ان هما بيلزقوا منهم فيهم، يعني هما جواهم طبقه سيليكون او حاجه كده. اه فعلا بصوا لزق في صبعي، هو من جوه ده بيلزق لوحده. غير كده لو انت عندك ضوافر بقى من اللي بتتركب اللي بتحتاج لزق، هي عندها برضو اللزق ده، مش عارفه شايفينه ولا لا، دي بتبقى زي طبقه كده خفيفه، هي ممكن تبان هنا اكتر، بتبقى طبقه كده شبه الستيكر او حاجه انت بتلزقيه على ضوافرك وبعدين بتحطي عليها الدوفر بتاعك، بيبقى ده ضرر واقل من اللزق بتاع الضوافر اصلا، فده برضو اختراع تحفه يعني. وبعد كده البريسلت ده بصوا شكله حلو جدا ازاي، ده غير طبعا البريسلت اللي انا كنت لابساه الفيديو اللي فات، اللي هي يعني زي الانسيال او الغويشه، كنت لابساها في الفيديو اللي فات بس هي مش قدامي دلوقتي وانا نسيت اجيبها، فشوفوا الفيديو اللي فات في اول الفيديو هتلاقوني لابساها. وبعتت لي من ضمن الحاجات برضو ده اللي هو السليبنج ماسك، عارفين اللي بيتحط على العينين ده عشان تنامي في الضلمه. هو بصراحه يعني ده خامته مش احسن حاجه، خامته كده مش عارفه، حاسه ان هي هتحر قوي في الحر اللي احنا فيه ده، بس هو شكله حلو. ومن ضمن الحاجات برضو التوكه دي اللي هي بتبقى عامله كده، انا التوك دي حياتي، انا بستخدمها كتير جدا انتوا مش متخيلين، وتقريبا عندها منها الوان كتير قوي، فدي برضو حلوه ولونها مات خالص مش بيلمع على اي حاجه، فانا برضو بحب الحاجات دي جدا. واخر حاجه الحلق ده، هما طبعا فردتين يعني، بس هو شايفين شكله هو شبه الورده كده صغنن، كيوت قوي وبريمه طبعا. بعد كده الحاجات اللي جايه دي من جروب وام اسمه سكين كير فور شوبينج. اول حاجه وام بعتتها لي الايلاينر الشهير جدا 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 بتاع محمود سعيد، انا عمري ما جربته طبعا كالعاده يعني، انا اخر واحده على الحفله متاخره دايما، بس الايلاينر ده طبعا المفضل عند كل الميك اب ارتست المصريين والعرب، وبيقول ان هو مشهور جدا في الخليج، الميك اب ارتست برده بيحبوه جدا من كتر ما هو سواده فاحم وشكله بيبقى حلو جدا وكل حاجه يعني، بس انا لسه ما جربتهوش، بس تعالوا كده نشوف سواده ده عامل ازاي. انا فعلا ما فتحتهوش اصلا. اولا فرشته رفيعه جدا، اه بصوا سواده اسود اسود يعني، طبعا الخط بيتحط شارب زي ما هو، ولا بيدخل في عروق الايد ولا بتاع، فبرضو ده هنبقى نجربه مع بعض كده ونقول راينا فيه. وخلي بالكوا عشان انا اكتشفت ان في من الايلاينر ده كوبي، ده طبعا الاوريجينال، بس ريهام من قناه رورو والبنات لسه عامله فيديو حلو جدا، الفيديو ده هي بتتكلم فيه عن كام منتج كده، الفرق ما بين الكوبي والاوريجينال، هي بتطلع لكم المنتجين قدامكم وتوريكم الفروقات اللي طلعوها ما بين الكوبي والاوريجينال عشان ما تتخموش، فمن ضمنهم الايلاينر ده، فانا هسيب لكم اللينك بتاع فيديو ريهام تحت عشان تشوفوا الكوبي من الاوريجينال منه عشان ما يضحكش عليكم. تاني حاجه من جروب وام هو التنت ده بتاع ايتود هاوس اللي هو شكل الايس كريم، طبعا برده مشهور جدا انا ما جربتهوش برده، ده شكله اهو من جوه، مش عارفه ليه درجه ولا لا والله مش عارفه، بس المهم هوريكم دلوقتي شكله، هو بيطلع كده، ده لونه، هو لونه غامق شويه اهو، ده مائي برده، لا تصدقوا ده فيه نسبة زيت شوية، غير انا كنت مجربة قبل كده واحد من اتود هاوس اللي هو بيبقى عامل شبه علبة المانيكير كده، كان مائي خالص، بس لا ده زيتي شوية، فده حلو، ده يديكي وقت تدمجي فيه ما يبقعش يعني. بصوا ده لما دمجته. واخر حاجة من جروب وقام هي بعتتلي الاتنين دول، انا بصراحة ما كنتش عارفة ايه ده اساسا، بس هو طلع ليب جلوس، تخيلوا بيتفتح كده، تعالوا نشوفه، لا ده مش ليب جلوس، هو مكتوب عليه ليب جلوس بس هو مات، ده اول لون، الله لونه جميل جدا بس لونه اورنج كده فاقع شويه، مش مكتوب عليهم درجات، فانتوا احفظوا اللون، تقريبا دول كوري برضو على ما اعتقد يعني. وتاني واحد لونه كده احمر، اوف الاحمر ده تحفه. لا مش اخر حاجه من جروب وام، كان فاضل الشيت ماسك ده برضو، بس انا ما خدتش بالي الشيت ماسك ده برضو وام بعتته لي، ده عندي منه لسه مورياكو واحد اهو، ده برضو اللي هو بالحلزون، الشيت ماسكس دي كلها كوريه على فكره، فبرضو هنبقى نجربه. هي الشيت ماسكس دي اغلبها بتبقى بس للترطيب وكده يعني، مش بتلاقي فرق اللي هو هيحول بشرتك يعني، هم مرطبات اكتر. بعد كده بقى شيت ماسكس برضو، بس دول بقى المتخصصين الشيت ماسكس، هي حتى الصفحه بتاعتها اسمهم شيت ماسكس، كانوا باعتين لي قبل كده وكنت مجربه كذا ماسك من عندهم، بصراحه الحاجات بتاعتهم انا بحبها جدا، وفي حاجات عندهم انا مش بشوفها في حته تانية. لو فاكرين ده انا كنت اتكلمت عنه قبل كده يعني، ده مش من المره دي، ده من المره اللي فاتت، ده اللي هو سكراب اللي هو بالرز، بس ده سكراب اللي هو بيبقى طري وبيطلع كده بيفرول على الوش، بيطلع بالجلد الميت وبيخلي الوش سيراميك من النظافه يعني، ده مش سكراب مش فيه حبيبات خشنه لا خالص، فده انا بحبه جدا بصراحه، انا مش عارفه ده لسه عندهم ولا لا، بس انا قلت افكركم بيه يعني. ده من براند اسمها ايان ليب، وايان ليب دي شركه مشهوره جدا في كوريا يعني، وحتى هنا في بنات كتير بتحبها، فده انا عاجبني جدا، فبعتولي برضو من نفس البراند اللي هي ايان ليب الماسك ده،
الماسك ده زي ما انتم شايفينه بيتفتح ويتقفل لان هما بيستخدموا اكتر من مره، مثلا ممكن يقعدوا عندك 4-5 مرات او اكتر يعني حسب استخدامك. الماسك ده بقى اسمه فولكانو كلير واش اوف باك. ده انا كنت بحسبه هيبقى اسود وهيبقى بيل اوف وكده، بس هو ما طلعش كده خالص، هو اصلا من جوه ماسك لونه ابيض عادي جدا اهو لو شايفينه. وده ماسك عادي بتفرديه على وشك وبتسيبيه شويه وبعد كده بتغسلي وشك، يعني ولا بتفركي وشك ولا اي حاجه، ومع ذلك بينظف البشره جدا لدرجه ان هو بينظف كمان جوه المسام، ففعلا الفرق بيبان. فانا بصراحه البراند دي وهماني جدا. وكمان بعتولي الكولاجين اي باتش دي الماسكات بتاعت تحت العين، البراند دي بتاعت اتيود هاوس برضو معروفه كوريه، لسه ما جربتوش. وبعد كده الثلاث ماسكات دول، اول واحد ده بالرمان وتاني واحد ده بالبرتقال، يعني يعتبر برضو فيتامين سي وكده، وتالت واحد اللي هو مكتوب عليه بالكو انزيم كيوتين. كيوتين بصوا انا بصراحه هبقى اكلمكم عنهم بعدين بالتفصيل لما اجربهم وكده، بس انا كيوتين ده لو عارفين في منتجات من شركات كتير نازله ترطيب يعني بالكيوتين ده، فبرضو هنبقى نجرب الماسكات دي ونقول راينا فيها. فتاني تابعوني على الانستجرام عشان لما اتكلم عنهم تشوفوا الحاجات دي. برضو الفيديو اللي فات في اوله كلمتكم كده عن تنت كنت حطاه من براند هاند ميد اسمها كيارا. سيبكوا دلوقتي من التنت لان انا بجرب من عندها حاليا تنت وكريم وسكراب وصابونة فحم، بس دول انا سايباهم دلوقتي اجربهم كده، حتى مش هوريه لكم دلوقتي لان في حاجات كده بحاول افهمها وبدخل اكلمها اسالها عن شويه حاجات، فلما افهم اكتر عنها واجربها اكتر هبكلمكم عنهم. بس اكتر حاجه وهماني وقعت في غرامها اقسم بالله هو البتاع ده بادي سبلاش. انا استغربت لونه اصلا، مش عارفه ايه الاخضر ده، حتى يعني هو الاخضر ملوش علاقه بريحته، بس البادي سبلاش ده يجنن لكذا سبب. اولا هو فيه شيمر، انا هحاول اشغل لكم الفلاش بتاع الموبايل يمكن يبين الشيمر ده، مش عارفه هيبان ولا لا، بس هو فيه شيمر خفيف يعني مش كتير، وكمان فيه فيتامين اي، فهو فيه ملمس شويه دهني او زيتي، بس مش لا بيدهن بشرتك، لا هو بيسيبها مترطبه، يعني مش ميه بتترش وبتنشف وخلاص، لا بيسيب بشرتك مترطبه. ده على الجسم. تاني حاجه على اللبس، اقسم بالله ثابت باليومين، ممكن يقعد يومين اذا ما كانوش ثلاثه، بجد ثابت جدا. غير كده ريحته يا جماعه، ريحته تجنن، اللي هو لونه اخضر ده، انا لحد دلوقتي مش عارفه، انا سالتها على الريحه دي يعني عشان بس اعرف اوصف لكم ريحته ايه، قالت لي دي ريحه كياره او يعني حاجه خاصه بيها يعني، بس انا ممكن اوصف لكم الريحه ان هي ريحه الباودري او الحاجه الباودر الفيمينين او اللي فيها انوثه كده، بس ناعمه مش عارفه اشرحها ازاي، بس عارفين ريحه الحاجات الباودر الجميله الرقيقه دي، والله تحفه تحفه تحفه، رهيب رهيب. وده الحجم الصغير وتقريبا في منه الحجم الاكبر، وانا هجيب الحجم الاكبر عشان انا عاجبني جدا، فهسيب لكم اللينك بتاع كيارا تحت في صندوق الوصف. بعد كده الحاجات اللي جايه دي من عند بنوته اسمها ايه حسن، اول حاجه بعتتها لي هو الماجنتيك لاشز دي، او دي الرموش اللي هي المغناطيسيه من ارديل، للامانه انا مش عارفه دي ارديل الاوريجينال ولا لا، بس هي مش فارقه يعني دي رموش، بس هي اصلا حتى شكل الشعر بتاعها حلو جدا، وانا ما جربتش قبل كده الرموش المغناطيسيه دي، فقولوا لي انتوا عايزين اعمل عنها فيديو مخصوص ولا عادي اجربها لكم في وسط فيديو، قولوا لي لان انا بجد عايزه اجربه ومتحمسه جدا. تاني حاجه بتوع السيليكون دول بتوع تنظيف الوش، دول انا بخاف منهم شويه لان هم ساعات بيبقوا بلاستيك وساعات بيبقوا ناشفين شويه على الوش، بس دول لا مش كده خالص، دول بجد سيليكون جدا وناعمين قوي، يعني دول حلوين قوي قوي يعني، فدول انصح بيهم بجد. فهي العلبه بيجي فيها اتنين كبار، والاتنين الصغيرين دول انا مش عارفه هما بتوع ايه، بس سمعت حد قبل كده قال ان هي دي السكراب الشفايف. وبعد كده السكراب بتاع البيكنج باودر ده طبعا مشهور جدا، بس ده نوع تاني من براند اسمها فارم ستي، ده برده كوري بس ده بالكولاجين. وبعد كده بعتت لي العلبه دي فيها ثلاثه كريمي بلاش، البراند اسمها سوان ويش، والكلام اللي مكتوب ورا اعتقد ان هو تايلاندي حاجه كده يعني مش عارفه، بس تعالوا نجرب كده نعمل سواتشز من الالوان دي. دي درجه منهم، دي رقم 3 ودي رقم 2 ودي رقم 1. اخر حاجه من عند ايه هو ده، شكله تحفه، مرطب شفايف. هو انا مش عارفه البراند ايه اصلا، هو مكتوب على الصفحه عندها ان هي اسمها ساندي، بس هو نفسه مش مكتوب عليه اي حاجه في اي حاجه، هو شكل الارنوب ده ولا دي قطه مش عارفه، بس مش مكتوب حاجه تانية، بس بصراحه ريحته حلوه قوي وترطيبه عاجبني جدا. نيجي بقى للحاجات اللي انا اشتريتها اخيرا. اول حاجه اشتريتها هو الفاونديشن بتاع نارز اللي هو اسمه ناتشورال راديانت لونج وير فاونديشن، ومعاه اشتريت معاه اللوس باودر بتاعت لورا ميرسيه دي الحجم الصغير. الاثنين دول انا مش جايباهم من سيلر، دول اصلا كانت بنوته داخله تقول لي ميار لو تعرفي جروب ينفع اعرض عليه ميك اب مستعمل عشان عندي دول وعايزه ابيعهم. انا حرفيا كنت عايزه اجيب دول ولدرجه الفاونديشن درجتي، فقلت لها عايزه تبيعيهم بكام قولي لي كده وانا اشتريتهم منها، فهم اصلا كانوا يعتبروا جداد مش مستخدم منهم اللي حاجه بسيطه جدا. فالاثنين دول انا جربتهم
بس انا مش عايزه اتكلم عنهم دلوقتي لان انا عندي مشاعر مختلطه كده، مش عارفه احبهم ولا ما احبهمش، مش فاهماهم قوي، فعايزه كده اجربهم شويه كمان وبقول لكم عليهم. لو حد عايز يعرف درجتي في الفاونديشن بتاع النارز اللي هي بانجاب، بعد كده جبت الباليت دي. الباليت دي انا اول ما شفتها قلت انا لازم اجيبها، دي من بيوتي جليزد. انا اول مره في حياتي اجرب باليت من بيوتي جليزد اساسا. دي اسمها كلر بورد. وبعدين بصوا بقى، ادي اول طبقه كل الاخضرات اللي ممكن تحتاجيها في حياتك، بعد كده كل الاورنجات اللي ممكن تختاريها في حياتك، مات وشيمر وجليتر، يعني ما فيهاش حاجه ناقصه، وبعد كده الازرقات، واخر حاجه الموفات. كل واحده فيها 15 لون وهم اربع ادوار، 15 في 4 ب 60، فالباليت دي فيها 60 لون، وكانت ب 500 وحاجه، مش فاكره 550 ولا 500 وحاجه يعني، من جروب ايمان عبد العزيز. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف برده. الباليت دي غالبا هي الوحيده اللي بتجيبها، وتقريبا هي خلصت حاليا، بس تقريبا جايه لها تاني الشهر الجاي او حاجه كده، فهسيب لكم اللينك بتاعها عشان لو حد عايز يجيب الباليت دي تبقوا تشوفوها. ممكن نعمل منها سواتشز كده مع بعض، استنى اوريكم. بصوا، وكنت جايبه الفتره اللي فاتت الباليت دي برده من ميسلين. الميسلين دي براند موجوده في مزايا هنا عادي، دي اللي هي اسمها شيدز اوف برجندي، ده شكلها اهو من جوه. الباليت دي المفروض ان هي درجاتها بديل برده باليت من باليتات مثلا اللي هم اربن ديكي نيكد وكده، وفي نفس الوقت في باليت شبهها بالظبط من الف بنفس الالوان كده كلها مات. طبعا الف احلى بكتير. انا الباليت دي انا جربتها لوحدي كده مره وانا قاعده في البيت، وزي ما تقولوا كده ندمت اني جبتها. اولا دي سعرها 175 جنيه، كنت جايباها من على نون، و 175 جنيه البيجمنت بتاعها مش احسن حاجه نهائي. بص اللون البني ده مثلا، بص انا بحاول اطلع بقالي كتير يعني بدعك فيها، بتطلع لوك في الاخر وتقدري تطلعي بيها لوك تقيل وباين وكل حاجه، بس بعد طبقات كتير. وفي نفس الوقت بنفس السعر ده انت عندك الباليت بتاعت ويت ان وايلد اللي هي روز ان دي اير مثلا، تقريبا درجاتها قريبه شويه واحلى بكتير بمراحل يعني. فلا انا دي بالنسبه لي لا، او هاتي بتاعت الف لو انت عايزه نفس الدرجات دي بالظبط وكلها مات كده، يبقى الباليت بتاعت الف. لكن دي لا، فاشله يعني، ما عجبتنيش بصراحه يعني. حتى مش عايزه اقول مثلا عايزه حد مبتدئ يتدرب فيها بتاع، لا، لان انت عندك بنفس السعر فيه بتاعت ويت ان وايلد. بتاعت ويت ان وايلد اوقع بكتير بالنسبه لي. اما سوق بقى، ده اللي انا اشتريت منه دلوقتي. اولا اشتريت من سوق عشان اتاكد لكم، لان في بنات كتير بتسالني اذا كانت الحاجات اللي على سوق اوريجينال ولا لا، وانا ما كنتش جربت اشتري من على سوق ميك اب. ومبدئيا الحاجات اللي على سوق اوريجينال، كل حاجه وصلاني الحمد لله وصلت اوريجينال. اول حاجه جبتها البرايمر ده بتاع كاتريس اللي هو مكتوب عليه جود باي بورز، ده بقى اللي هو سيليكوني خالص وده للمسام فعلا. وعايزه اقول لكم كان جاي لي بسيل من جوه، عارفين الورقه اللي انتم لازم تشلوها عشان تتاكدوا ان المنتج جديد، بيبقى مقفول من جوه كده. دي اول حاجه. تاني حاجه معمول عليه اهو، مطبوع عليه هنا اللي هي استيراد شركه كذا مش عارف ايه وتاريخ الصلاحيه وبتاع، فدي الحاجات اللي بتبين ان هي اوريجينال عامه يعني. فده اول حاجه انا ده جربته النهارده، بس برضو يعني ايه عايزه اتاكد كده من كام حاجه الاول قبل ما اقول لكم رايي، لكن هنبقى نجربهم مع بعض بعدين. ده كان سعره مكتوب هنا ان هو 109.5، يعني قولوا 110 بدل 114. تاني حاجه الفاونديشن العظيم جدا بتاع بورجوا هيلسي ميكس، وعلى فكره ده اللي انا حطاه النهارده، درجتي فيه 54 بيج. طبعا الفاونديشن ده معروف ان هو للبشره الجافه والعاديه، انا بشرتي مختلطه بس انا مش بيفرق معايا نهائي، بحبهم برده. المهم زي ما انتم شايفين طبعا الفاونديشن شكله قمر وجميل وناعم جدا على البشره، ومش عامل اي حاجه في اي حاجه وحشه. الفاونديشن ده كان سعره من على سوق، ده انا جبته ب 266 بدل 355. وطبعا للي مش عارف الفاونديشن ده تغطيته خفيفه لمتوسطه، ممكن تزوديه. وعايزه اقول لكم انا هنا انا مستخدمه طبقه واحده وحرفيا مش حاطه منه كتير، هي طبقه واحده بس، وانا بالنسبه لي شكله تحفه بصراحه، حلو جدا وشكله ناعم قوي على البشره، مش محتاج كلام. وبعد كده شفت عند ماريان، ماريان طبعا لو ما تعرفهاش يوتيوبر جميله جدا، كانت الفتره الاخيره بتستخدم الكونسيلر الجديد من كاتريس، فانا قلت اجربه لان انا بحب الكونسيلر اللي هو طبعا ليكويد كاموفلاج كلكم عارفين بتاع كاتريس. فهما نزلوا كونسيلر جديد اللي هو ده شكله، اسمه وان دروب كفرج ويتليس كونسيلر، ده المفروض ان هو فول كفرج سويت بروف، يعني هو ضد العرق وان هو فول كفرج. هو انا ما شفتش الكلام ده انا مستخدماه النهارده. هو شكله حلو تحت العين ولونه حلو جدا، انا جايبه درجه 20 حلو، بس هو تغطيته متوسطه. دي حاجه. تاني حاجه هو سويت بروف ضد العرق، مش عارفه انا قاعده في البيت يعني لسه حاطاه من شويه، بس هو خطط وانا مثبتاه بالباودر، فانا مش عارفه هشوف هل المشكله في الباودر مع الكنسيلر ده ولا انا عملت حاجه غلط، فبرضه هنجربه تاني. بس هو مبدئيا
انا بالنسبه لي ستيل الليكويد كاموفلاج احلى من ده. ده ممكن يكون احسن للناس اللي بشرتها جافه اللي كانت بتعاني ان الكونسيلر تاني بتاع كاتريس اللي هو الليكويد كاموفلاج ان هو بينشف تحت عينيهم. لا فعلا ده مش كده خالص، ده بيرطب شويه تحت العين ما بينشفهاش نهائي. ده انا كنت جايباه ب 96 جنيه ونص، يعني قولوا 97. واخر حاجه خالص الحمد لله نكون خلصنا هو قلم الكحل ده من ميبيلين، برضو ده اللاين الجديد بتاع ميبيلين اسمه تاتو لاينر. ده جيل بنسل، القلم اللي هو بيبقى جيل ده، برضو بصراحه انا جايباه من ترشيح ماريان، برضو هي بتحبه وبتستخدمه، وحتى لما كنت طالعه معاها لايف على الانستجرام كانت بتتكلم عنه ان ده من الحاجات المفضله ليها يعني. فانا جبت منه اللون الاسود حتى لسه ما فتحتوش خالص اهو. ده كان ب 89 جنيه. اوف سواده فظيع، سواده خطير وناعم جدا. انا عامه بحب الاقلام الجل دي في الكحل بتبقى انعم بكتير، بس هو كمان سواده رهيب. هنبقى نشوف بقى بعد كده لما نجربه هبقى اقول لكم سواده عامل ازاي وبتاع، بس انا متحمسه له مبدئيا يعني. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون فاتكم والحاجات عجبتكم، وقولوا لي ايه اللي عجبكم اكتر من ايه، ولو في حاجه من الحاجات دي انتوا جربتوها قولوا لي رايكم فيها تحت في الكومنتات. وبس كده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكوا اول ما انزل اي فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.